كده المكيف بنعمل له غطاء خارجي، وبعدين بتتم عمليه التنظيف عن طريق ضخ المياه. كان في السابق في ناس بتنظف المكيفات عن طريق الهواء ولا تاتي بالسمار زي ما انتم شايفين دلوقتي. هذا كميه الوسخ المتناثره والمتساقطه من المكيف. قد يظن البعض ان تنظيف المكيف من الخارج هي الطريقه الافضل، ان هو ينظف المكيف من الخارج يقول لك انا كده نظفت المكيف. لا، انا بقول لحضرتك ده مش الطريقه المثلى في تنظيف المكيف. افضل طريقه بتتبع في تنظيف المكيف عن طريق ضخ المياه، يقدر ان هو يتخلى الجزء الداخلي خالص ويتساقط منه. انا كميه الوسخ المتساقطه منه يعني حاجه صعبه جدا جدا جدا. فتنظيف المكيف له العديد من الفوائد. اول فايده ان انت اول حاجه بتحافظ على التبريد، بيكون تبريده كويس جدا جدا. في ناس كتير بتعدي في زيون التجهيز وبتعاني من مشكله ان هو ما بيتبردش، فبتكون مشكله التبريد